يمكن مشهد مش متعودين عليه، اتنين مدرسين في فصل واحد، ويمكن ده يخلي فضولك يسأل مين دول وهم هنا من امتى؟ من 26 سنة، وبالتحديد سنة 1986 قبل إنشاء الهيئة العامة بدأت نشاط محو الأمية وتعليم الكبار. أما أنا فمن حوالي 14 سنة بشتغل في المشروع محو الأمية، ومش مكسور عملي على كده، أنا بدرس لهم علوم في مرحلة الإعدادي وأحياء ثانوي. سنين طويلة من العمل في محو الأمية الأستاذ إمام والأستاذة ليلى بذلوا فيها مجهود كبير شعر به الطلبة اللي درسوا على أيديهم، وكمان استفاد منهم زمايلهم. وجدت الزملاء معانا هنا بفضل الله، يعني كان في تعاون كبير وكان في همة عالية إخلاص في العمل، اللي شجع الواحد بفضل الله سبحانه وتعالى في العمل معاهم كفريق عمل في محو أمية. ولحظة التكريم نسيتهم تعبهم لسنين طويلة، وفي آخرها قالوا لنا كلام ياريت ناس كتير تطبعوا. أنا مبسوطة طبعاً إن أنا اشتغلت في هذا المجال وغيرت حياة إنسان، خرجته من الظلمة للنور وشفت نتيجة تعبي. وهو الأجر الممتد للإنسان بعد موته، الصدقة الجارية والعلم اللي بينتفع به، والولد الصالح اللي بيدعو ليه بعد الموت كمان. فأرجو من أي حد يسمعنا يعني أنه ما يبخلش بأي جهد أو نفقة أو وسيلة أنه يعلم أمي ويحتسب بالأجر إن شاء الله عند الله قبل ما ينتظر أي مقابل.